لنسكي وأنعم لك يا رب كلها بحكمة صنعت. بارك يا نفس الروح الحكمة. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا. لنسكي يا إخوة، إذ نعلم أن الإنسان لا يبرر بأعمال الناموس، بل إنما بالإيمان بيسوع المسيح. آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لكي نبرر بالإيمان بالمسيح لا بأعمال الناموس، إذ لا يبرر بأعمال الناموس أحد من ذوي الجسد. فإن كنا ونحن طالبون أن نتبرر بالمسيح وجدنا نحن أيضا خطأ، أفيكون المسيح إذن خادما للخطيئة؟ حاشا. فإني إن عدت أبني ما قد هدمت أجعل نفسي متعديا، لأني بالناموس مت للناموس لكي أحيا لله. مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، فللمسيح يحيا فيا. وما لي من الحياة في الجسد، إنما أحياه في الإيمان بابن الله. الذي أحبني وبذل نفسه عني. سلام لك أيها القارئ وجميع الشعب. Thank you, Habib. فصل شريف من بشارة القديس مرقس الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. المجد لك يا رب المجد. لنصي قال الرب: من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني. لأن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن أهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل يخلصها. فإنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أما ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ لأن من يستحي بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ، يستحي بي ابن البشر متى أتى في مجد أبيه مع الملائكة القديسين وقال لهم: الحق أقول لكم، إن قوما من القائمين هاهنا لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. قد أتى بقوته